الدوافع والمحركات كل واحد كنعرفوه باش ما نتزايدوش على بعضنا. حنا كنهضروا بمنطق صافي من باب المسؤوليه التاريخيه اللي عندنا كنقولوا مجموعه النخبه ولا نخاف لو مثلا ما كنبحثوا جمعيه توازن ما ضد الاتفاقيه حتى حاجه نكون واضح ان المساله ديال الاتفاقيه الجامعه ديال مالتي اصبحت واحد الاكراه وواحد الواقع يشكل حرجا لمجموعه ديال الاعضاء والعضوات. راه كيجيونا اخوان كيقول لك ما مصير واحد الاتفاقيه كنقولوا حنا مخرجين مخرجين ما كنصيفطوا الاخوان غنكونوا منطقيين بعد بديهيين مع التفكير ديالنا 160 مليون درهم فائض وانا كنصادق على تحويل الميزانيه و7 ملايين ديال التوازن. سمحوا لي اصاحبي غير نفهموا انا بالنسبه لي ونمشي في التوجه الاجتماعي ديال الجماعه وشري بها المازوت وقلت لها المرضى السرطان بغيتي تعالج اجر مع ربي واجر مع العبد ونقول انني منسجم مع التوجه ديالي في اطار الجماعه الاجتماعيه الجماعه ذات العمل الجماعي المواطن بالنسبه لي بغيت ما عندي واحد الهدف ولكن باش نجي ونعملوا وتقول لي واحد لا كيقول لا ماشي مساله ديال القول هذه مساله ديال المبدا اللي خصو يحكمنا انا الراي ديالي يحكم تواجد المجلس عم فتحوا على جمعيات واتفاقيات واللي تقول لي اي مجتمع نريد واي مجتمع نريد خلقه شنو اجابات شنو المجتمع انه مجموعه الوليدات مالتي يستافدوا هو المركز اللي في الديزا وعنده مشروع اتفاقيه منزل هنايا ما علاش ما سمعتش مع اتفاقيه ها طيب اذا المبدا خصو يحكمني لا ماشي معايا اذا المبدا خصو يحكمني يفتح الباب الاتفاقيه مع الاخوان في الشراكه ولا لا المركز ديال الديزا راه ما عندها مشروع اتفاقيه من السن وما تسمعش معاها لماذا هذه الاتفاقيه سؤال الخطير في الامر هو العنوان اللي كيقول ستراوس الكلمه اللي كتقول لي لمناصره المراه نهضر عن الجمعيه تعنى بقضايا المراه وحقوق النساء وما الى ذلك والمضمون الاتفاقيه كنهضروا على النشاط المهني والتلاميذ ومحاربه الادمان يكونوا منسجمين بمعنى ان الاهداف الجمعيه الاساسيه مناصره المراه او تحولنا ما هو مهني ما هو بمعنى انا ماشي ضد الناس التاكد انا كنقول يحكمني المبدا واش غنفتحوا هذا الباب اللي قال اخ عمر ولا نشدوه ولا نعرفوا شنو معاك ماشي مع الداعي ولا ماشي شكرا المشكل اللي عندنا في هذه الجماعه هو ما كنحدوش ما عارفينش شنو باغي اي باغي نمشي اي مجتمع مدني نريد خلقه نعطيك الدعم انا ما عنديش الاكراه ما عنديش المشكل ولكن تكون عندي واحد الاتفاقيه عند اهداف محدده واضحه دير انا كنحارب تعاطيك المخدرات هل الاليات الوسائل الشركاء طيب مزيان وملي كنجبر هذه الاتفاقيه ونستحدى على كل شيء على التحسيس والتعاطي المخدره ومحاربه الادمان ومحاربه التطرف ومحاربه الهجره السريه ونشاط مهني ايوا زيد ما كانش نجبر الدعم لهذه الجمعيه او كان زيد تمكين الاليات ديال العمل شنو هي؟ الحقيبه اليدويه وبالله عليك 70000 درهم اذا كانوا عندك غير 10 الناس الحقيبه اليدويه شنو غنعطيهم الدرهم او نصفها؟ نحن بحاجة في هذا المجلس إلى تعاقدات بناء على دفتر تحملات أما اتفاقية الفضفاضة وهذا اللي كنجيو بالله عليكم اللي عايشين قرانا هذه الاتفاقية كنجبرنا تمكين الشباب من اكتساب مهارات عملية عن طريق ممارسة نشاط مهني وفين هو النشاط المهني اللي باش نعملو أنا التمكين ديالو فين هو النشاط المهني في بيتي إيه نعرفو شنو كنقول اللي كنقولو نشاط مهني بمعنى واحد النشاط مهني حرفي مهيكل ولا غير مهيكل نريد ان نرقى به باتجاه الهيكله والتنظيم ديالو كنساعد هاد الشباب اللي كيخدموا ويا اخر ما قادرش ما جابرش حتى بني بني في مرتجع في المعارف ما عندي مشكل حتى مع الزواجه ما عندي مشكل مع شي واحد كل يوم غادي نمشي كلام غاد سته العشيه سبعه نسمعوا كلام اخر في القهوه كل يوم غادي نمشي كلام الله يعاونوا شغلوا هذا انا مسؤول امام الله وامام المواطنين كبراء الذمه ديالي ولكن سمحوا لي الملعب يجب ان نناقشه بموضوعيه هاد 70000 درهم في راسي وفوق عيني حتى 100 مليون ولكن نعطيني بطاقه تقنيه وماليه وبناء على دفتر تحملات ماشي اتفاقيه وشكرا جزيلا وانا عارف شنو ضايع في المجلس المجلس معروف شنو ضايع نضرب اللغه الحقيقه واللغه الصراحه واللغه على غير هاد الملعب هي هذا
انا ما عندي مشكل حتى مع زوازه، ما عندي مشكل مع شي واحد. كلي بغيت نمشي كلا من غد سته العشيه سبعه نسمعو كلا ما خوف القهوه. كلي بغيت نمشي كلا الله يعاون شغل هذا. انا مسؤول امام الله وامام المواطنين كبراء الذمه ديالي، ولكن سمحوا لي الملعب يجب ان نناقشه بموضوعيه. هاد 70000 درهم في راسي وفوق علي حتى 100 مليون، ولكن اعطيني بطاقه تقنيه وماليه وبناء على ضفر تحملات ماشي اتفاقيه. وشكرا جزيلا. انه انا امس الحاجه من الاسعاف، حمس الحاجه للخروجيات، حمس امس الحاجه لاضافه البنايات واحد المجموعه، وبالتالي قلت اخ عمر 20000 درهم الملعب راه فلوس كلمه المالي باش نحول واحد الجمعيه 20000 درهم. والنيه الحسنيه كفاني المؤمنين شر القتال، نعطيه 50000 درهم والعام الى اذا كنتم مصرين على هذه ثلاثه سنوات نزيد 70000 درهم ونزيد 100000 درهم، ما كاينش اشكال. ولكن باش نعمل واحد الزوج ديال الاعتماد المالي وانا ما عنديش اناره ما عنديش والميرادورات هذو 9 سنين هما في الفاير ماشي شناري تاع شي واحد ودو وقايه مدنيه من تما. وهذه ماشي امس الحاجه وتجبر بها انظارنا سنين عديده ومتعدده ومطورات لا ماديه للمدينه والجريات ديالها هذا الجديد ما مصلحش ما عكفيهاش 20000 درهم. انا قلت لكم مع 8 3 دوره 6 8 دابا حنا كنقولوا ها دابا عيب الناس دابا عيب وقفوا. انا جيت نعرف لا من عن سابق واش على 50000 ولا على 70000 70000 على التحويل ديال الاعتماد المالي وخصك تنصص عليها في المقرر الجماعه. اي انا السيد عامل عمله على مراقبه شرعيه القرارات الصادره للجماعه الترابيه، وتحويل الاعتماد المالي راه ماشي يفتح الرئيس امير بصر باش غدا وبعده ما نقولوش مخل بالالتزامات الماليه ديالنا مع الجمعيه. دو بعدو السيد عامل وما يبغيش ياشر عليها لان تحويل الاعتماد المالي المشرع اللي مشى فتح هذا الباب للرئيس وبناء على شروط موضوعيه وقانونيه راه ما جاش يعمل التحويل. باش نعرف عيب الناس دابا هذا البهرجه. عندنا تجربه مع المجالس السابقه لان تعطى بعض الحوايج المنازعات تحل عن طريق القضاء لان هذا فلوس غتجيب لي لانك غادي تحاسب معك لازم تتبع كل شيء قضى وقضى من ضابط قضى وقضى من ماتريال وتقول لي ضاعوا خصني لائحه تجار. هذه المنازعات هذه كتمشي عن طريق القضاء تحل عن طريق القضاء. انا عيب باش نختم النقاش ديالي في هذه الاتفاقيه هادي ماشي وغادي للمزايدة وأنا عارف شنو ضايع في المجلس. المجلس معروف شنو ضايع فيه. نضرب لغة الحقيقة ولغة الصراحة واللغة على غير هاد الملعب هي هذا. أنا ما عندي مشكل حتى مع زوازة ما عندي مشكل مع شي واحد. كلي بغيت نمشي كلا من غد الستة العشية سبعة نسمعو كلا ما خوف القهوة. كلي بغيت نمشي كلا الله يعاون شغل هذا. أنا مسؤول أمام الله وأمام المواطنين كبراء الذمة ديالي، ولكن سمحوا لي الملعب يجب أن نناقشه بموضوعية. هاد 70000 درهم في راسي وفوق علي حتى 100 مليون، ولكن أعطيني بطاقة تقنية ومالية وبناء على دفتر تحملات ماشي اتفاقية. وشكرا جزيلا.